مدحوينها جمهوريادة سومالي لان مدن موسيب بيحي عبدي ايا حفيسكي سكو قابلي وفتي وهو قامين ايو سفيرك دولد انجريسك او قابل سن دللك سومالي لان ايا سوماليا امباستور بين فندر كلان كو مدحوينها جمهوريادة سومالي لان موسيب بيحي عبدي لقاتي وفتي كسعودي دللك انجريسك ايا ديرد لغو ساري اريم الله حريدا حوچين تحريد كلابد الدل اي سومالي لان ايا انجريسك أمانك قودة منطقة دورشوينك مشاريع دهور مرناد يوضا هذا اللد أدحي يي سومالي لان إي سوماليا مدحيناها جمهوريادة سومالي لان مدن موسيب بيحي عبد واحا ودولة دا إنجريسك وغم هاد عليه تاقيرا دا بلاران إي ألبر برتاقين يجين سومالي لان وحونا الشيقين إي سومالي لان كاقو أنتهي أدكين تحرير كباشا عالمك سيدو كلانا وضا هذا اللد دللك سومالي لان إي سوماليا أي كحكومة دهان كتاقين يجين موقفك إيا شروده أي باش عالمك سومالان هروغو بيامسي دنكو دانا وحا أي وفتيغو كوبوغا ديان سومالان هرمركا لغسمي قبسوميد دورشوينك إيا سيدا شعبيغا إيا دولد بدياروغو يهين جي دي سعودك الديمقراطيادا إيا دينا عاد دورشوينك هرمركا مدحوينها جمهوريادة سومالان مدن موسيب بيحي عبدي إيا مدحا هيدا دولد إنجريسك أو قابلسان كالموينك عالميغا إيا لوسو قابيو DFID مستر دايمان بريستوف وحي كلا سيحدين ويشيغا لباد اي كالموين كدلك انجريس واك اي قيب قادان ايان صدوق هورمرين تا سومالي لان اي لو يقانو SDF اي لغو مالجليو مشاريع دا هورمرنيد اي دلك لغو فلين ايو وحا كلا او قوبتا لغو كلا سيحدي هشيس لغو هورمرين ايو خيرات كتمرتا اي جمهوريو دا سومالي لان كولان كان وحا مدحويناها جمهوريو دا سومالي لان مدن اي موسيب بيح عبدي كو هلين اي wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo horumarinta maaliyadda iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha dhinaca wafdiga ingiriiska waxa kulankan ka qayb ahaa madaxa xafiiska ingiriiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilka hay'adda DFID ee Soomaaliland